نبلش بالinterfacial properties of suspended particles. The large surface area of a particle that results from the grinding is associated with a surface free energy that make the system thermodynamically unstable, by which we mean that the particles are highly energetic and tend to regroup in a such way that decrease the total area and reduce the surface free energy. تسمين انه احنا بنسوي grinding لل particle size، يعني انه انت مثلا عندك particle size تشوف انه حجمها كبير، هي طبعا انه unsoluble او immiscible، فراح تحاول انه تقلل ال particle size by grinding، شلون مسوينا بالمورتر والباستر. فمعناته انه احنا ناجد نسوي دا انطي اني energy، دا انطي kinetic energy، دا انطي يعني انه thermodynamically راح يصير عندنا unstable. ليش؟ لأنه هاي البارتيكل صار به الانرجي اللي أنا دا أنطيها من أنه أنا دا أسوي grinding اللي هو الطحن، يعني أنا هذه الطاقة اللي بالمورتر أند بستل اللي دا أنطيها راح تتحول إلى داخل المولكيولز، فش راح يصير؟ راح يصير عندها طاقة كامنة اللي هي الكاينتيك انرجي. هذا راح يؤدينا أنه هذا السيستم او هذا السسبنشن اللي انا مسويته هو ثيرموداينامكلي انستيبل، لانه هاي بارتيكلز عندها انرجي. شنو اللي راح تسوي هاي البارتيكلز حتى تتخلص من هاي الانرجي؟ راح تبدي تسوي ريجروبد، يعني راح ترجع تتجمع. زين، شنو الفائده من هذا التجمع مالتها؟ انه على مود تقلل السيرفيس اريا مالتها التوتالي، يعني انه مثلا انا عندي البارتيكل الوحده السيرفيس اريا مالتها 1 سنتيمتر مكعب، او يعني اقل هي طبعا، يعني بس انه كمثال 1 سنتيمتر مكعب، وبصفها وحده ثانيه يعني بارتيكل ثانيه همين 1 سنتيمتر مكعب مالتها السيرفيس اريا، ايش راح يسوون؟ راح يندمجون، فايش راح يصير او مثلا راح تتقارب وحده ويا الثانيه، راح تصير التوتال سيرفيس اريا مال هاي تو بارتيكلز مو 2 سنتيمتر مكعب، لا يعني سنتيمتر مربع العفو، لا راح تصير مثلا 1.5. فهنا ايش سوت؟ قللت السيرفيس اريا مال التوتال، يعني التوتال سيرفيس اريا مال البارتيكلز. فمعناه هنا ايش راح يصير؟ راح يصير عندي ريديوس بالسيرفيس فري انرجي. من قلت السيرفيس اريا معناتها راح يقلل السيرفيس فري انرجي. The particle in a liquid suspension therefore tend to flocculate, that is, form a tight fluffy agglomerate that are held together by a weak van der Waals forces. بالنسبة للsuspension اللي هو احنا دنحكي عليه، انه انا عندي particles بهذا الليكويد، بليكويد معين اللي هي الdispersion medium والdispersed system، يعني هو كdispersed system. ايش راح يصير؟ هاي البارتيكلز من ذا تتجمع معناتها راح تسوي لي فلوكيليت. هاي البارتيكلز راح يعني انه تتقرب بيناتهم عن طريق فان دير والز فورسز، يعني انه هي ويك بوند، مو بوند قويه ما تنكسر، لا باقل اجيتيشن راح يصير عندنا يعني دي فلوكيليت، راح ترجع سسبندد هاي البارتيكلز بالليكويد سسبنشن. The flocs settle to form a higher sediment volume than unflocculated particles. The flock settle to form a higher sediment volume than unflocculated particles that lose the structure of which a permanent to permit the aggregates to break up easily and distribute readily with a small amount of agitation. يعني شنو راح يصير؟ قلنا انه هي van der Waals forces، فالagitation اقل agitation ممكن انه يعني تتكسر هذه الأواصر اللي بيناتهم ويرجع الـ particles suspended.
under certain condition in a compact cake, for example, the particle may be adhered to a stronger forces to form that are terms the aggregates. يعني هنا عندنا الaggregates تختلف عن الflocculates. الaggregates مثل ما نشوف هنا يصير عندي الhard cake اللي هي ما ترجع suspended after shaking. هذا الفورم اللي هو flocculated. أشوف السوبر نينتنت مالته أو هذه السولفنت أو يعني الديسبرت ميديوم راح أشوف إنه غالباً يكون كلير ورا فترة قصيرة، يعني مو فترة طويلة أخلي انتظر يلا يصير عندنا كلير، لا ورا فترة قصيرة ألاحظ إنه السوبر نينتنت مالتنا يكون كلير. Caking often occurs by growth and fusing يعني هنا together of a crystal and a precipitate to produce a solid aggregate. مثل ما قلنا انه هنا ما راح يصير عندي van der Waals forces بيناتهم، لا هنا راح يصير fusion، ممكن انه تتكون عندنا crystals والprecipitate هنا produce solid aggregates. Sedimentation in different system. In a flocculated system, the flocks tend to fall together. فراح يؤدي يصير عندنا fast sedimentation due to large size. طبعا كل ما زاد ال size مال الفلوكس معناتها sedimentation مالتنا راح يكون أسرع. A distinct boundary between the sediment and the supernatant. مثل ما شفنا هذه الصورة إنه هنا تقدر بسهولة تميز الفلوكيليتينج أو الفلوكس اللي صار عندك وهنا هذا السوبرنينتد، كلش واضح يكون الباوندريز بيناتهم، يعني الخط هنا تقدر تحدد إنه هذا اللي هنا عندك مثلا فلوكيولز واللي هنا هذا السوبرنينتد، فيكون كلش واضح وتقدر تفرق بيناتهم. أما نشوف هنا ما أقدر أشوف بسهولة الديسبرد ميديوم مالتنا عن الديسبرجن يعني فيس. The liquid above the sediment is clear because even the small particles present in a system are associated with the flocules أو flocks. يعني شلون؟ إنه هنا أخذ كل البارتيكلز اللي موجودة بالسسبندينج ميديوم، أخذها كلها even though the smaller particles راح تكون هي عبارة عن داخل الفلوكس، فلهذا السبب راح أشوف إنه عندنا الميديوم اللي إحنا مستخدمين كلير واضح وما بي أي particles. بالنسبة للديفلوكيليتد سيستم with a range of particles، يعني هنا راح تختلف عندنا الرينج مال البارتيكل سايز، يعني ممكن انه يكون عندنا بارتيكلز يعني سايز مالتها كبير وممكن يكون عندنا بارتيكلز سايز مالتها صغير. فهنا هو السبب انه صار عندي ديفلوكيوليتد سيستم، انه صار عندنا رينج يعني وايد رينج بالبارتيكل سايز. In accordance with the Stokes law, large particles sediment more rapidly than smaller particles. يعني اول شيء راح يصير sediment لل larger particle. No clear boundary is formed unless one particle size is present. ما راح يصير عندنا هذا الـ clear boundary يعني الخط الفاصل بين الـ two faces واضح إلا إذا كانت كل الـ particle size هي نفس الحجم، فممكن إنه كلهم يصير لهم sediment وتقريبا يعني بنفس الوقت، فراح يصير الـ boundaries يعني واضحة. The supernatant remains turbid for a longer period of time. طبعا انه احنا ايش قلنا هنا الوقت بالنسبه للفلوكيليتد الوقت بسرعه راح يصير عندي هذا الفاصل وبسرعه راح يصير هذا supernatant clear، بس ممكن انه بالديفلوكيليتد سيستم ورا فتره معينه او فتره تكون طويله يعني نسبيا مثلا خلينا نقول شهر راح يصير عندي هذا الخط الفاصل الواضح، يعني اقدر انه تنفصل لي كل البارتيكلز حتى لو صغيره حتى لو كبيره راح يصير بيها السيدمنت او السيدمنتيشن.
بس المشكلة شنو؟ إنه هي after shaking upon shaking ما راح ترجع هاي particles resuspended، راح تتكون عندنا الhard cake. Indicate of a flocculated or deflocculated system, whether or not supernatant liquid is clear or turbid during the initial stage of acetylation. شلون راح تعرف الفلوكيليتد من الديفلوكيليتد؟ انه اول شيء بس يعني بفتره قصيره انه راح تلاحظ انه بالفلوكيليتد راح يكون عندي كلير سوبرنيتد، وايل بالديفلوكيليتد راح يكون تربد انا كلير، يعني مثل ما قلنا بالانيشال ستيج. شلون راح احدد السيدمنتيشن باراميترز او على اي اساس راح اقدر اقيسهم؟ The sedimentation volume اللي هو راح نرمز له F is defined as a ratio of a final or ultimate volume of sediment اللي هي ال VU to the total or original volume of the suspension اللي هو راح نرمز له بال VO before settling. يعني راح اخذ ورا ما يصير عندي sedimentation وقبل لا يصير عندنا sedimentation اللي هي ال VO. المعادلة تقول إنه هي F equal to VU على ال VO. If the ultimate volume of the sediment is smaller than the original volume of the suspension معناته هنا راح يصير عندي ال F راح يساوي 0.5. إنه أنا عندي تقسيم هي نسبة، فمجرد ما إنه ال F راح تكون ال VU أقل من ال original volume راح تكون عندي النتيجة أو الناتج هو F يساوي 0.5. While إذا عدنا الـ volume of a sediment in a flocculated suspension equal to original volume suspension هنا إيش راح يساوي؟ إذا كانوا متساويين فأكيد النتيجة مال القسمة راح تطلع هي 1، فـ F راح يساوي لنا 1. It is possible for F to have a value greater than 1. ممكن إنه هنا أنا راح تصير أن ال F قيمتها أكبر من الواحد. شلون؟ إذا كانت ال VU أكبر من ال V0 ال VO هنا أنا راح يصير عندي أو ال V0 يعني هي نفس الفكرة. زين هنا راح يصير عندنا راح تصير عندنا ال F أكبر من واحد. This come about because the network of flocs formed in a suspension is so loose and fluffy that the volume they are able to encompass is greater than the original volume of the suspension. شفتهمتوا من هذا ال paragraph؟ منو يجاوبنا؟ نور عباس، قدرين تجاوبين نور عباس انه انا شفتها انت من هذا الباراجراف او ليش راح تصير؟ يعني شنو الفكرة انه ممكن يصير عندي الاف يساوي اكثر من واحد؟ زهراء رزاق، آية جابر، نور محمد موسى، هبة الله، عباس كامل، حسين حبيب، عبد الستار، أم البنين ناظر، هبة الله، علي عبد الحسين، ماكو أحد يقدر يجاوبنا؟ ما منتظر. منو أنتي؟ رسل. يلا رسل. دكتورة يعني قلت إنه الكتل. ليش الـ F1 ممكن إنه تصير more than one؟ يعني الـ F1 راح تكون هاي الكتلة المتكونة يعني مال الجزيئات،
يعني راح تكون كبيرة يعني درجة يعني إنه يعني أكبر من حجم الأصلي. يعني ليش هاي هيك يصير؟ يعني ليش يكون الحجم أكبر من حجم الأصلي؟ يعني إذا صارت الكتلة أكبر من ال يعني بسبب مو كتلة، إحنا ما بدنا نحكي عن كتلة، بدنا نحكي عن فوليوم. إيه الفوليوم، يعني إذا صار الحجم مال الجزيئة يعني أكبر من ال أكو إلها علاقة بين ال vehicle مثلاً والبارتيكل مال الجزيئة. علاقة بين شنو أول وحدة؟ يعني بين المذاب والحجم البارتيكل يعني جزيئات وها. لا لا، أكو أحد عنده غير رأي يتفضل يشاركنا؟ أوكي شكرا روسل. اللي صار هنا أنا الفلوكيولز هي مو يعني مو arranged بحيث انه مرتبة، والبارتيكلز اللي بيها كلها انه نفس الحجم، او الفلوكيولز هي اصلا الفلوكيولز الشكل اللي يتجمع بها هاي البارتيكلز هو مو منتظم ولا محدد. يعني راح يكون عندنا الحجم غير متساوي بالنسبة للفلوكس، فاللي يصير كل وحدة راح تاخذ مكان او فتحيز اللي هو يأثر على الفوليوم، بس ما رح يأثر لي على الويت. الويت هو رح يبقى نفسه، أو الكتلة اللي قلتي عليها رسل رح يبقى نفسه، بس اللي رح يتغير عندي رح يتغير عندي الفوليوم اللي رح تاخذه، المساحة، الحيز من الفراغ اللي رح تاخذه هاي الفلوكس، وليس الكتلة. الماس هي نفسها مال الفوليوم، إنه أنا خليت مثلا 10 مل ووتر وخليت 1 جرام من المادة مادتي، هذا نفس الويت راح تكون نفس الكتلة، الفرق فقط بالفوليوم. هاي الفلوكس إذا كان ترتيبها مثلا عشوائي أو غير مرتب أو يعني أو أن يعني افتهمنا أن إيفن، يعني مو أنه مثلا خلينا نقول البارتيكلز اللي حجمها 0.5 راح تتكون بهاي الفلوكس وهيك شكلها، اللي حجمها 0.6 راح تترتب بهذا الشكل وهيك حجمها، لا. فهاي الفلوكس هي لوز وفلافي، يعني انه ال بروبرتيز مالتها انه هي لوز وفلافي، فدائما نشوف انه الترتيب مالتها داخل السسبنشن راح يكون ان ايفن او ان ارينجد، يعني غير يعني مو مرتب مو منتظم. واضح؟ اكو احد ما افتهم؟ خلي يقول. اوكي، فهنا نشوف انه هذه الفلوكس راح تاخذ حجم اكبر من الحجم الاصلي مالتها، ودائما بيناتهم شنو راح تكون؟ راح تكون بيناتهم فراغات اكثر، راح يصير عندي بورز اكثر. انه احنا هسه نتخيل عندي بارتيكلز دا تتجمع كلها بشكل غير منتظم، دائما بيناتهم ايش راح يكون؟ راح يكون عندنا فراغات. وايل اذا كانت suspended كلها، فهاي الفراغات لا راح تكون filled ويا الdispersion medium مالتنا، while the flux مو اكو احتمال كبير انه هذه الفراغات اللي بين هذه الflux مثلا هي air انه فارغة، يعني تبقى فارغة. فلهذا السبب ممكن انه تكون عندي 0.5، نشوف هو هذا انه احنا خلينا 100 مل 50% من عدهم أو 50 مل من السسبنشن هو الفلوكس وال يعني إنه الديسبرجن مال ميديا مالتها، ونشوف هذا السوبرنيتد. وأكو عندي أوبشن ثاني، أو ممكن يتكون عندنا نفس الميت مل، أشوف إنه 50 يعني إنه كل الميت مل هي ديسبرجد، يعني المولكيولز مالتنا ديسبرجد بكل الميت مل. والأوبشن الثالث اللي هو نشوف الفوليوم صار عندنا 150 بالرغم انه احنا خلينا 100، ليش؟ لان الفلوكيولز حجمها كبير فاخذت فوليوم اكثر، حيز من الفراغ اكثر فقط، بس انه هي شنو؟ نفس الكمية اللي انا مخليتها بالثري سلندر هنا. طبعا انه هذه راح تبين عندنا اكثر وين، مثلا انه انا اريد اقيس الفوليوم مال باودر، اكيد كلكم مجربين مثلا خلينا نقول الحليب او السكر،
من تريد تخليه بعلبة. نشوف إذا سويت له تابينج أو مثلا حركته هيجي أو ضربته على مكان، يعني هذا التابينج تعرفون شنو، ظليت تضرب على العلبة، أشوف راح يبدي يصير عندنا تلقائيا ري أرينج للبارتيكلز. فش راح يقل عندنا؟ راح يقل عندنا الفوليوم، وممكن إنه تخلي بعد. بس إذا خليت بالعلبة مباشرة إنه هيك بس تصبها، لا راح تاخذ فوليوم أكثر. حاول تسوي تابينج، تقدرون تجربوها هذه بالبيت، مجرد ما إنه الشكر خليه بعلبة. أول شيء هيك بس يعني صب الشكر بالعلبة بدون ما تحركه مباشرة، يعني دايركت إنه خليه، شوف إيش قد أخذ فوليوم. وحاول تسوي تابينج، يعني ظل تضرب بالعلبة مثلا أو تحركها، تشوف شوية شوية يبدي يقلل الفوليوم، وتكون وتقدر مثلا تضيف بعد. إذا أنت بالبداية خليت 100 جرام، ممكن إنه تخلي 150 جرام، فتقدرون تشوفوها هذه. هذه بس مجرد يصير عندنا هذا الإكسترا فوليوم من ال rearrangement أو ال disarrangement مال ال particles. واضح طلاب؟ أكو أحد مفتهم علي؟ خلي يسأل اللي مفتهم. زين دكتورة، ها عيني قول يغسل. هي البارتيكل من نفس المادة، ليش تختلف بحجم الفوليوم اللي تاخذه؟ غير لازم يكون الحجم الفوليوم اللي تاخذه متساوي؟ لا، لأنه إنه أنا إيش تسوينا، إحنا دا نحكي على الفلوكس، وثاني شيء أكو احتمال جدا كبير إنه يصير عندي فد رينج أو تفاوت بين البارتيكلز. يعني هسه أنت من تخلين، من سوينا جريندينج للأسبرين بالمختبر، أنت سويتي كل البارتيكلز نفس الحجم؟ قدرتي تساوين هذا الحجم مال البارتيكلز؟ طبعا لا. زين، في حال انه مثلا دا نحكي على السكيل مال المصنع، او انه متاكد مثلا هو البارتيكلز مالته انه هي كلها نفس الحجم تقريبا، يعني انه ما نقدر انه نجزم انه هذا كله نفس الحجم. زين، بس تقريبا حاول يكون انه الحجم مال البارتيكلز متساوي. زين، في حال انه صار مثلا عندنا فد، يعني انه مثلا بالستورج كونديشن انه صار اكو في الضرب، او مثلا فد يعني صار عليها في الستريس، هاي ماكو احتمال انه ده تتكسر البارتيكلز بالنقل بالستورج بالباكجينج؟ هاي مو كلها اكو احتمال انه هاي البارتيكلز ترجع انه تصير فاينر، يعني انه تتكسر. فاني هنا ما اقدر اجزم انه اني كل البارتيكلز اللي عندي هي نفس الحجم، لازم اكو تفاوت. مثل مثلا انطينا مثل اللي هو الشكر، هسه انت تقدرين تقولين الشكر كله نفس الحجم البارتيكلز؟ اوكي، هم كلهم سمول بارتيكلز، يعني احنا نشوفه هيك فشي واضح، بس حاولي تروحين هسه وتباعي له، مستحيل انه القاه كله نفس الحجم. هاي اول بارت اللي هو ده نحكي على بارتيكل سايز. نجي انه على الفلوكيولز، احنا ايش نقول؟ نقول راح يصير عندي فلوكس، صح؟ راح يصير regrouped الهاي البارتيكلز، وعن طريق الفاندروالز فورسز. زين، انه اني اضمن كل الفلوكس اللي بهذا الجروب، او يعني بهذه الفلوكس كل البارتيكلز هما نفس الحجم؟ هم لا. زين، هاي شغله. زين، الشكل مال الفلوكس الوحده، يعني انه وحده عن وحده، اني راح اضمن انه حتكون نفس الشيء؟ شوفي، فانه هنا أنا احتمال انه يكون الفوليوم اكثر من 100 هو جدا موارد، لان الفلوكس مثل ما قلنا انه هي لوز اند فلافي، فلهذا السبب راح تاخذ فوليوم اكثر من الفوليوم مال الاوريجينال سسبنشن مالتنا. واضح؟ شكرا. اكو احد عنده سؤال بعد طلاب؟ اكو احد مفتهم اللي قلناه؟ اوكي، ننتقل للسلايد. هنا صورة ثانية توضح لنا اللي حكينا، الفلوكيوليتد سيستم، ان هنا راح تكون عندي ال V0 على ال VU. تشوفون هنا الفرق كلش كبير، يعني انه السوبر نينتنت مالتنا الكلير هو كميته كلش قليلة بالنسبة للديسبيرز. مرور الوقت نشوف راح تزداد عندي الكلير سوبر نينتنت. شوف هنا طبعا الفوليو الريشيو راح تختلف، مثلا هنا اذا كانت راح تصير عندي نشوف مثلا واحد او زيرو، مرور الوقت راح اشوفها تبدي تصير 0.5.
اللي هي ال volume of ال supernatant راح يكون أكثر من ال volume مال ال sediment. بالنسبة لل deflocculated ما راح يكون واضح بالبداية، بعدين انه راح ابدي اشوف صار عندي هنا ال precipitate او ال crystals، او يعني even though انه ممكن احتمال كبير انه هي بدأت تتكون عندي crystals. ثالث شيء راح يصير عندي يعني بعد وقت طويل راح يصير عندنا clear supernatant، بس شنو المشكلة؟ انه هنا أنا هذه هي hard cake not a flocules. فهنا بالديفلوكيوليتد سيستم اذا سويت شيكينج ما راح يرجع يصير عندنا dispersion للبارتيكلز وتصير suspension، لا هنا أنا راح اظل هذه clear، وهنا أنا بكل صعوبة انه تقدر تحرك هذه الطبقة اللي صارت. نبدأ على properties مال ال deflocculated system within a few minutes. Manufacture is no apparent change within the deflocculated system compared to its initial appearance. يعني ما تقدر خلال دقائق قليلة تعرف الفرق بين ال suspension العادي مالتك إنه هو ال deflocculated، طبعا ال deflocculated هذا إنه ما راح تقدر تفرق بينه وبين ال، يعني ما راح تقدر تشوف ال hard cake اللي صايرة تكون بعدها يعني مو واضحة بالنسبة للأبيرنس بالشكل يعني بالنظر. Even after several hours there is still little obvious change. حتى دي يقول بعد ساعات معينة ممكن إنه ما تقدر تشوف هذا الفرق اللي صار. Except that the concentration of solid in a lower layers has increased at expense of the upper layers owning slow particle sedimentation. إلا إذا كانت particle size يعني مال السوليد انه هي يعني اصلا حتى الكونسنتريشن مال السوليد عالي يعني او كبير، فممكن انه السيدمنتيشن راح يكون اسرع واوضح. After a prolonged storage depending on the physical stability of the system supernatant has cleared leaving a compact sediment. قلنا لحد ال prolonged storage يعني ممكن انه مدة اشهر أو شهر يعني يلا راح يكون عندي الـ supernatant clear يعني إنه واضح وشفاف، والجوة راح تكون هي compact sediment. compact sediment يعني معناتها إنه هي مضغوطة ما بيناتهم أي شيء من الـ dispersion medium، وما يصير لها redispersion بالmedium after أو upon shaking. flocculated system there is some clear supernatant with a distinct boundary between it and its sediment. After several hours, there is a larger volume of a clear supernatant with a relatively large volume of a porous sediment. شنو هنا الفرق بيناتهم؟ إنه هنا عندي compact sediment، هنا راح تكون السيدمنت هي porous، فبكل سهولة يقدر يتخللها ال solve أو ال dispersion medium اللي أنا مستخدمته وراح يقدر يسوي لنا redispersion. طبعا ما راح تكون عندي تغييرات كبيرة after prolonged storage، فممكن إنه حتى لو بعد شهر شهرين نشوف إنه دائما ال suspension ممكن إنه لحد سنة وسنتين ال expiry date مالته إنه ممكن يبقى على الشلف لحد يعني سنين. فهذا شو وقت ما تسوي له شيكينج راح يرجع ري ديسبيرس، اذا طبعا الستورج كونديشن كانت حسب التوصية يعني مثلا اذا قال لك درجة الحرارة لازم هالقد والشيكينج هيجي، او مثلا انه ما يوصل لضوء لازم انه من هذه البوتلز اللي تكون امبر الغامقة، يعني حسب التوصيات مال الستورج كونديشن انه انت اذا تبعتها فولي ويعني بطريقة صحيحة فممكن انه لحد سنوات يبقى السسبنشن شو وقت ما ترجع تسوي له شيكينج او upon use يعني من يستخدم البيشنت انه بكل سهولة راح يرجع يصير عندنا ري dispersion. شلون نسوي evaluation للسسبنشن؟ evaluation technique permits the formulator to screen the initial preparation made and also compare commercial product. يعني حتى نسوي evaluation اجى عندي فد factory قال انه انا راح اسوي هذا suspension
الفورمولا مالته كذا وكذا وكذا، زين انه انا شلون اسوي له ايفالويشن، شلون تقدر الكواليتي كنترول سنتر يعني انه هذا السسبنشن انه هو صحيح، وبعد سنه وسنتين ورا ما ينزل للماركت انه ممكن نستخدمه. فاول شيء يجون يقيسون السيدمنتيشن فوليوم، يخلوه فتره معينه ويشوف السيدمنتيشن فوليوم مالته ايش قد راح يصير، شنو اللي يصير بيه ورا فتره معينه، من يعني ورا ما ترك فتره معينه. الريدسبرزبلتي This was determined by a number of upside and down inversion of the suspension containing in a measure. يعني ايش راح يسوي؟ راح يحسب انه انت عندك كم مره راح يقلب البوتل upside down، يعني انه لي فوق ولي جوا، يحرك البوتل هذا كم مره على مود يصير عندنا redispersion للبارتيكلز. يعني هاي كلها يحسبوها، كم مرة انه انت راح تحركه يلا راح يصير عندنا redispersion، هذه كلها يعني من ضمن الايفالويشن مال السسبنشن، حتى يعرفون انه هذا هل هو suspended well or not. كل ما كان smaller the number the easier would be to redispersible the sediment. يعني كل ما كان عدد المرات اللي تسوي بيها shaking او تقلب البوتل upside down يعني فوق وجوه، فمعناته هنا انه انا عندي هذا السيستم هو is good، يعني which is good. كل ما كان العدد يعني العدد مال المرات قليل، انه معناته انه هذا السسبنشن معمول بطريقه صحيحه والفلوكيولز تمام. A number greater than 15 inversions indicate caking. اذا زادت هذه المرات اللي تقلب بها البوتل عن 15 مرة، فمعناته انه صار عندك كيكينج. مدام سويته 15 مرة انه سويت شيكينج وما صار عندي ريدسبرجن للبارتيكلز بالدسبرز ميديوم، معناته انه هنا صاير عندك كيك. الريولوجيكال كاركترستيك the flow of the acceptable suspension will be either pseudoplastic or plastic. It is desirable that exotropy Atrophy is associated with these two types of flow. هنا اكو ريولوجيكال يعني اللي هي خصائص مال السسبنشن، انه عندهم مواصفات معينه لازم تكون، اللي هي يا اما يكون سيدوبلاستيك اور بلاستيك اور ثيكسوتروفي. ثيكسوتروفي خلينا ناخذ الثيكسوتروبي از ا هوم وورك، اريد تقولي عليها، وطبعا راح تنزل لكم 2 هوم وركات لانه يعني ما نزلنا ذاك الاسبوع بالهوم وورك السابق، وهذا الهوم وورك راح تنزل لكم فورمات ان شاء الله. فاريد تقولي على الثيكسوتروبي وتشوفون شنو هي وشنو علاقتها بالسسبنشن. نجي على الـ ingredient of suspension. الـ ingredient of suspension اللي هي أول شيء الـ insoluble drugs. شنو قلنا على drug؟ هو insoluble. إذا قلت soluble drug فمعناته أنه أنت تتحضر solution not suspension. الـ vehicle اللي استخدمه اللي هو suspending medium. The wetting agent compound allowing control of stability of sedimentation مثل الفلوكيوليتينج والسسبندينج ايجنت، هذول التو ايجنت ممكن انه تقلل لنا او تزيد لنا من السيدمنتيشن والفيزيكال ستابيليتي مال السسبنشن. الاديتيفز اللي يوز حتى اسوي ريجوليتينج للفلو بيهافير، والبي اتش ريجوليتر واذر اديتيفز، ممكن انه البريزرفاتيفز، ممكن انه السويتنج ايجنت، ممكن يعني انه الكالرز، هاي كلها اعتبرها اذر اديتيفز. يعني الاهم من اتى انه اني ارتب هذول اللي هو الفلوكيليتنج والسسبندنج ايجنت، لان هي هاي اللي راح تضمني انه البيشنت راح ياخذ يونيفورم دوزز، بكل مره مثلا ياخذ بها 5 مل هو اخذ نفس الدوز، مو مرة مثلاً الدسبرجن مالتنا مو زين أو الشيكينج مالته not shaking well، فإنه معناته ما رح يأخذ الدوز صحيحة. لازم كل المادة يصير لها يعني كل الأكتف إنجريدينت يصير لها ريدسبرجن بالبوتل، حتى من يأخذ 5 مل
أول 5 مل مثلاً تكون الكمية مال الأكتف إنجريدينت هي نفسها، بالثاني 5 مل يرجع ياخذها مثلاً ثاني يوم. بس إذا صار عندي سيدمنت والهارد كيك، معناته الأكتف إنجريدينت بقت بالبوتم مال البوتل، والبيشنت ما يستفاد منها، اللي دا ياخذه ومجرد ما دا ياخذ فقط الدسبرجن ميديوم. ففكرة إنه يونيفورم ديستريبيوشن كلش مهمة للديسبنسينج مال السسبنشن. نجي على أول ingredient اللي هو insoluble drug size distribution of the powder. طبعا لازم إنه هنا نتحاول قدر المستطاع إنه نوحد الparticle size، بس إنه هو هذا فشي مستحيل، لأن يعني بأقل صدمة بأقل shaking للبطل ممكن يصير أدنى يعني breakdown للparticles. فsize distribution of the powder يعني لازم نحاول إنه يكون uniform. Ease of wetting، مثل ما نعرف كل الباودر باعتبار إنه أنا داخلي solid materials لازم نحاول تكون wettable، يعني إنه ممكن يعني ما تترجم بالعربي بس إنه هي wetting جاية من ال wetting. ثالث نقطة اللي هي surface electrical charge of the particle in a suspension. Chemical stability of the drug, possible interaction، يعني ممكن يصير عندي interaction ويا other additives والexcipient اللي أنا أضيفه. فإنه أهم شيء عندنا insoluble drug لأن هو الactive ingredient، إحنا مسوين suspension على مود الactive ingredient، لازم من أختار الadditives اللي أضيفها بهاي الفورمولا لازم تكون يعني ما تسوي لي chemical interaction ويا الactive ingredient ويا الدرج مالتنا وما راح ينطيني therapeutic effect. فالمواد اللي اختارها على اساس الانسوليبل دراج، يعني اشوف لازم مواد ما تتفاعل ويا الانسوليبل دراج. كيميكال ستيبل طبعا. السسبندينج ميديوم اور فيكل اللي هو ديستيلد ووتر اور دي ايونايزد ووتر. ممكن انه استخدم ووتر الكحول اللي هو يصير هيدرو الكحوليك، ممكن انه سوليوشن اوف جليسيرول نان اكيوز فيكل استخدمها بالنسبه اذا كان عندي استخدام للتوبيكال يوز، يعني التوبيكال دوزج فورم. الستركتشر اوف فيكل ار سيدوبلاستيك اور بلاستيك ان نيتشر، مثل ما قلنا. نجي على انه هسه بارت راح نحكي عليه اللي هو الوتينج ايجنت والفلوكيوليتينج ايجنت والسسبندينج ايجنت. بالنسبه للوتينج ايجنت، some insoluble solids may be easily wetted by a water and will be dispersed readily throughout the aqueous phase with only minimal agitation. أنا شنو الأحتاج من الـ wetting أو شنو هو الـ wetting agent؟ إنه هذه الـ particles اللي أخليها إلها قابلية تسوي absorbing للسولفنت اللي هو مثلاً خلينا نقول المي، تسوي لي absorbing للسولفنت على السيرفس مالتها. يعني هذا فشي كلش مهم حتى يصير عندي redispersion للparticles بالdispersed medium مالتنا، وبنفس الوقت انه تسهل لي solubility في حال انه مثلا انه انا دا اسوي solution مو suspension. بس بكل الاحوال انه انا الwettability احتاجها بتحضير solution واحتاجها بتحضير suspension، انه لازم هذا الباودر او هذا solid materials اللي انا بخليتها لها قابلية إن تسوي absorbing لل مثلا خلينا نقول لل H2O molecules على السيرفس مالتها، اللي هو مثلا إنه أنا استخدمت للإذابة الووتر أو any solvent أو any dispersion medium، إنه لازم تكون إلها قابلية على هذا الشيء. زين، فأكو ممكن easily wetted by water، أكو إنه ما تقبل الwater molecules على surface مالتها، بيناتهم repulsion مثلاً اللي هي الhydrophobic. فهنا راح استخدم، هنا راح أحتاج استخدام للwetting agent. أكو أحد ما يفهم شنو الwetting agent حتى نقدر يعني نفهم قبل أن نكمل شرح؟ دكتور عادي بلا معليش. الwetting agent هو agent استخدمه، احنا نشوف انه اكو particles، هاي particles ممكن انه يكون عليها molecules مال air، يعني هواء، عليها ذرات مال هواء. بالنسبة للwetting agent ايش راح يسوي؟ راح يساعدني انه اسوي displacement لهاي الair bubbles
أو الأير مولكيولز اللي على السيرفس مال البارتيكلز ويستبدلها بووتر. هاي مثلا إنه شغل الويتنج ايجنت. زين نشوف إنه هنا مثلا عندنا ذرات بس تخلي لها مي، شو تصير بيها؟ ممكن إنه نجربها بال يعني إنه أكو الطحين أو النشا، نشوف من أخلي لها ووتر إيش راح يصير. شايفين خلوه على 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 الستارج مثلا كم قطرة مي، إيش راح تصير؟ الووتر مباشرة راح يتقلص على شكل إنه spherical shape، وش يصير؟ مو easily wetted، يعني ما راح يندمج ويا المي بسهولة النشا، صح لو لا؟ منتبهين على هيك شيء؟ فيديك يا صح. زين فهذا هذا اسميه بور ويتابل باودر اللي هو الستارتش النشا. هذا فشي انتم كنا شايفين يعني بالمطبخ او شيء هيك من يصير. فهذا اسميه بور ويتنج. انا شنو شغلتي بالويتنج ايجنت؟ انه ازيد الادزوربنج مال الووتر او اني سولفنت او اني ديسبيرد ميديوم على هاي المولكيولز، يعني ما أخلي يصير بيناتهم ريبولشن والمي يتكور واحد والباودر يعني إنه يصير ريبولشن تمين التنافر بيناتهم. أوكي فالويتنج ايجنت راح يساعدني إنه يصير ادزوربينج للسولفنت مولكيولز أو الديسبرجن ميديوم مولكيولز على السيرفس مال الباودر مولكيولز. واضح أحمد؟ واضح دكتور، أشكرك. أوكي هنا شنو عندنا؟ Some insoluble drugs may be easily wetted by a water and will disperse readily throughout the aqueous phase with only minimal agitation. يعني مجرد ما انه تخلطهم بشيء قليل يعني تسوي mixing راح تشوف انه ال drug ذاب، يعني انه مو ذاب هنا انخلط صار له mixing ويا ال dispersion medium. بس اكو عندنا بعض الباودر will exhibit varying degree of a hydrophobicity، يعني إنه هو طارد للماء، كاره للماء. هذه المولكيولز هي هيدروفوبيك، مو؟ عندنا إحنا هيدروفيلك وعندنا هيدروفوبيك، فإذا كانت عندي المادة هي أو الإنجريدينت أو الأكتيف إنجريدينت اللي أنا مستخدمتها هي هيدروفوبيك will not be easily wetted، طبعاً إنه ما راح يصير لها wetting ويا الووتر. Some particles will form a large porous clump within a liquid, whereas others remain in a surface or become attached to upper parts of the container. فممكن أشوف إنه إذا أنا مجرد ما أخلي water، ال particles راح تصعد وين؟ راح تصعد فوق، راح يصير لها attach ويا مو ويا ال dispersion medium اللي أنا مخليته، راح يصير لها attach، راح تسوي adhering ويا ال container، راح تبقى يعني ملتصقة بال container، ما راح يصير لها يعني ما راح الديسبرجن بالميديوم، لا راح تلتصق بالكونتينر. واضحه الفكره؟ انه شايفين هيك شيء مار علينا هيك شيء مثلا درقده تحلو او بعمليات الطبخ مثلا، انه مثل ما قلنا من تخلي ووتر على النشا. واضح افتهمتوا؟ ده تفهمون قصدي؟ ماكو احد يجاوب؟ واضحه عندكم الفكره؟ وصلت؟ تعال دكتور واضح. اوكي فممكن انه يصير لها attach ويا ال upper part of the container rather than انه راح تصير dispersed بال dispersion medium. To ensure adequate wetting, the interfacial tension between the solid and the liquid must be reduced so the absorbed air is displaced from the solid surface by a liquid. شنو شغل الوتينج ايجنت؟ قلنا هنا انه هو راح يقلل لي الانترفيشال تنشن بتوين ذا سوليد والليكويد اللي احنا بدنا نستخدمهم مثلا بالسسبنشن فورميليشن، وراح تقلل او راح تسوي ديسبليس للابزورب اير وتسوي لها ديسبليسنج، يعني تخلي بمكانها بمكان ما انه اكو عندي اير بابلز على الـ على الـ السيرفيس اريا او الاوتر سيرفيس اريا مال المولكيولز، راح تبدلهم بال particles أو molecules مال الليكويد. فهنا هنا عندنا نشوف بالشكل يعني بالرسم شنو الفرق بين poor wettable أو poor wetting agent وهنا عندي complete wetting.
بالنسبة للبور أشوف إنه القطرة مثلا، إذا مثل ما قلنا إنه أخلي قطرة مع المي مباشرة راح تصير على شكل دائرة. ليش هذه صار هذا الشكل؟ أول شيء قللت السيرفس تنشن، وثاني شيء صار عندي هنا أقل سيرفس أريا، فراح أشوف الزاوية بينها وبين الباودر. خلنا نفرض إنه هذا الأورنج ثينج اللي هو الباودر وهذه الووتر موليكيول، فراح أشوف الثيتا اللي هي الزاوية بيناتهم راح تكون أكبر من إنه عندي completely wetting اللي هنا نشوفها تقريبا الزاوية راح تكون عندي صفر، السيرفس أريا راح تكون أكثر مال الووتر. فهذا التقلص اللي تسويه هو على مود تسوي reducing يعني للinterfacial energy tension أو التنشن اللي يصير surface tension، وثاني شيء على مود تقلل السيرفس أريا وتقلل الكونتاكت ويا الباودر. هنا نشوف الثيتا هي إنه أكبر من 90، أقل من الثيتا وأكثر، هي أكبر من الصفر، يعني أقل من أول وحدة اللي هي poor wetting. هنا أنا ممكن إنه أسميه good wetting اللي كانت الثيتا مالته هي أقل من 90 بس أكبر من الصفر. طبعا إذا الثيتا راح تساوي لي زيرو فمعناته إنه هذا complete wetting. واضحة هذا الفقر؟ أكو أحد عنده سؤال هنا على الوتينج ايجنت؟ تمام. بالنسبة للوتينج ايجنت عندي ثلاث أنواع اللي هي السيرفس اكتيف ايجنت والهيدروفيليك كولويد والسولفنت. نجي على أول نوع اللي هو السيرفس اكتيف ايجنت. السيرفاكتنت بوسيسنج ان اتش ال بي فاليو بتوين اباوت 7 ان 9 would be suitable for a use of a wetting agent. يعني إذا كان عندي سيرفاكتنت، طبعا السيرفاكتنت هو فد ايجنت مختلف عن ال wetting agent، بس إذا استخدمته بالرينج اللي هو ال HLB مالته من السبعة إلى التسعة فممكن أستخدمه as a wetting agent. الحلو عندنا بالformulation ممكن إنه المادة هي نفسها concentration معين أستخدمها مثلا as a surface active agent، concentration ثاني ممكن إنه أستخدمها as a wetting agent، ممكن بconcentration ثالث مثلا أستخدمها as a viscosity enhancer. فإنه أكو أقدر أستخدمها بأكثر من يعني بفائدة معينة مثلا أو شغلة معينة إنه أنا أحتاجها بهاي الformulation، بس حسب تعتمد على الconcentration مال هاي المادة شقد راح أخلي من أتها. فنشوف هنا the hydrocarbons chain would be absorbed by a hydrophobic particle surface whether is the polar group project into aqueous medium and become hydrated. يعني مثلا إذا أنا استخدمت الهيدروكربون ممكن إنه هي تزيد لنا ال wettability وتقلل السيرفس اكتيف انرجي، نفس الوقت ايش راح تسوي لنا؟ راح تزيد solubility خلينا نقول او الاتاتشمنت اللي يصير بين البارتيكلز ويا الووتر مثلا في حال انه هي كانت hydrophobic particles. بالنسبة للwetting of a solid occurs as a result of a fall in interfacial tension between a solid and liquid. فإذا قللنا هنا الinterfacial tension معناته أنه أنا زيدت الwettability مال solid وزيدت المissibility مال solid in a liquid. هنا عندنا الHLB scale أنه أنتوا أخذتوا بالphysical، بس انه هنا هاي صورة توضيحية حتى نعرف كل ايجنت ايش راح نستخدمه على اي اساس. فنشوف اذا كانت مثلا مالته من 16 ل 18 فانه هنا انا راح استخدمه as a solubilizing agent، وطبعا هاي كلها اعتبرها hydrophilic. الديترجنت راح تكون مثلا عندي من 13 ل 16. الاويل and water emulsifying agent راح تكون مثلا انه من 12 ل 18. Wetting agent, spreading agent, oil and water emulsifying agent راح تكون بالنسبة القليلة. Most anti-foaming agent هنا راح تكون من الواحد للثلاثة.
فهنا نقسم لكم السكيل على حسب كل انجريدينت على شنو راح اسوي لها كلاسيفيكيشن. Most surfactants are used to, at a concentration of up to 0.1% as a wetting agent. يعني شوف هنا السرفاكتنت اللي هي مثلا اعتبرها كسرفس اكتف ايجنت اللي هي نفس الاسم انه سرفاكتنت، انه هذه استخدمها as a wetting agent بنسبة 0.1% من الفورمولا. يعني اذا خليت مثلا اذا حضر 10 مل وخليت 0.1 او مثلا 100 مل داخل وخليت 0.1 من السرفاكتنت، ممكن انه هنا راح يعتبر لي wetting agent. Include مثلا عندي التوين والسبان اقدر استخدمهم for oral use اللي هم البوليسوربيت والسوربيتان ايستر. For external application ممكن انه نستخدم الصوديوم لوريال سولفيت والصوديوم دايكتوس سلفو ساكسينيت او الكويلا. هذول كلهم اقدر استخدمهم بالاكسترنال ابلكيشن as a wetting agent. طبعا for a parenteral use ممكن انه نستخدم البوليسوربيت والبولي زثيل وهنا الاثيلين وهنا بولي اوكسي بروبيل ايثيلين بوليمرز الليسيثين. دول كلهم نقدر نستخدمهم as a wetting agent. بالنسبة للdisadvantage of use of this type of wetting agent include excessive foaming. يعني هنا ما تقدر تزيد الconcentration مال الwetting agent تقول على مود يصير مثلا عندي more soluble أو أزيد solubility، لأن ممكن إن هنا راح تتكون عندنا الفومينج. ليش صار عندي فومينج؟ ليش ممكن إنه يصير عندنا فومينج؟ من يقدر يجاوبني؟ خلينا نسأل. غفران راتب، ليش ممكن يصير عندي فومينج؟ مؤمل، ميمونة، نور الزهراء باسم، نور عباس عبد علي، نور محمد موسى، أبرار فائق، آلاء كريم عداي، أم البنين ناذر، إيمان، تبارك رحيم، تقوى، جهاد قاسم، حسين حبيب، حسن رافد، ولا واحد موجود؟ اوكي دكتورة؟ ها عيني قول. answer you؟ نعم اجاوبك؟ عادي اجاوب؟ انت احمد غير؟ نعم اي يلا احمد قول. هسه الويتنج ايجنت مو معناته انه تساعد بين تقلل من التداخل بين المذاب والمذيب، وهي ميزة حلوة بالسسبنشن. تقلل من التداخل؟ تقلل من التداخل؟ يعني بالعكس. ليش انا اريد يصير يعني انه يعني ادزوربنج بيناتهم على مود يعني تبقى معلقه. وانا بدي اخليهم، انا بدي احافظ عليهم معلق وما اريد اخليهم يمتزجون اذا ايش راح يصير سريوشن، صح لو لا؟ طبعا ايه. اوكي، فهسه هنا جاي هنا يقول لك انه اذا امتزج اثنيناتهم راح يكون مواد غير مرغوب بها، وانا ما اريد يصير امتزاج بيناتهم بين المذاب والمذيب. وين وين مكتوب امتزاج؟ وين مكتوب احمد؟ وين مكتوب؟ انا فهمتها اوكي. اي بس اذا امتزج اثنينهن راح يصير سوليوشن، انا ما ادري سوليوشن، ادري سبسبنشن، حتى على مود شنو اقدر احافظ على المعلق، تركيز المعلق. احمد لا، انت فاهم الموضوع غلط. خلي انا ارجع اشرح لك شنو اللي صار. انه انا بكل الاحوال عندي دراج هو امسبل بهذا الديسبرجن ميديوم. هذه الدراج اذا كانت بور واتبل شنو راح يصير؟ يعني معناته عندي اير بابلز او اير مولكيولز على السيرفس مال هذا الباودر. هي هيدروفوبيك ما راح تتقبل الووتر، صح؟ فانا ايش راح اضيف؟
راح أضيف الوتينج ايجنت. الوتينج ايجنت شنو شغلته؟ يساعد بس مجرد يصير ادزوربشن. تعرف شنو ادزوربشن؟ نعم. شنو يعني الادزوربشن؟ ابزوربشن ادزوربشن مصطلح امتصاص امتزاز، هيك شيء يعني اسمه. هذا مو تمتصل الووتر مولكيولز، يعني هاي البارتيكلز اللي عندنا مو تمتصل الووتر مولكيولز، لا، مجرد ما انه اجيب هاي البارتيكل مال السوليد مالتنا يكون فوقها او على السيرفس مالتها اللي هو الادزوربشن، يكون عليها مثلا ووتر مولكيول، ما راح تذوبها ولا راح يمتزج وياها ولا راح يصير لها ابزوربشن، بس مجرد ما انه يصير على السطح مالتها، على السيرفس مال هذه البارتيكلز اللي هي هيدروفوبيك، راح يكون عليها ووتر مولكيول. بس ما تمتزج وياها، ما يعني بس تمتزج مجرد وياها، انا اقول لك only absorbing on the surface. Adsorbing. تمام. واضح؟ فانه هذا شغل الوتينج ايجنت. في حال انه هاي المولكيولز اللي عندي هي هيدروفوبيك، ما تتقبل الووتر، كاره للماء، مو هيك معناته الهيدروفوبيك؟ فمجرد ما انه انا عندي هاي البارتيكل هي هيدروفوبيك، جيت خليتها بميديوم هو اكيوس بي ووتر، فهذا راح تنفر، راح يعني تبتعد عن الماء قدر المستطاع، صح؟ نعم. فممكن انه ما يصير الادهيجن، ممكن يصير ان الادهيجن ويا تروح تفضل تسوي ادهيجن ويا الكونتينر ويا الباتل مالتك، على انه على ان انه تبقى بهذا الديسبرجن ميديوم. فهنا راح تصير عندي مشكله انه الاكتف انجريدينت مالتي اصلا ما راح تكون داخل هذا الديسبرجن ميديوم. فش راح نسوي؟ راح اضيف لها الوتينج ايجنت. شنو شغل الوتينج ايجنت؟ يخليها تتقبل الوسط اللي هي بي، ما يصير لها ريبولشن لل او ادهيجن ويا الكونتينر، راح تبقى بهذا الوسط عن طريق زياده الابزوربنج مال الووتر مولكيولز. ادزوربنج، لاحظ الادزوربنج مال الووتر مولكيولز على المولكيول مال الباودر اللي انا خليته. واضح الدكتوري. هذا شغل الوتينج ايجنت. بس ايش دا يقول هو؟ دا يقول من انه اخلي اكسسيف اماونت اوف وتينج ايجنت ممكن يصير عندي فومينج. ليش يصير عندنا فومينج؟ اني هذا سؤالي. ماكو احد يقدر يجاوبني؟ دكتور مثل جبرت على الامتزاج بين السسبنشن ميديوم لا مع لا السسبنشن لا 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 بارتيكل، أبدا لا. شنو يعني فومينج أحمد؟ يعني شلون قلتها مثل الامتزاج على سهمته، يعني فوم يعني هسه أنت ما سامع كلمة فوم؟ نو انا زين، وقع أوكي، فوم انا بس هنا ما عرفت معناته. يلا زين. من يجاوبني؟ حسين، حسين فاضل، تو شوية أكتب. حسين فاضل، يعني دكتور شنو فومينج؟ فومينج يعني دكتورة فتشي يصير يعني بابل، عندنا يس، المادة مالتنا تصير مثل البابل تكبر يعني. اي يصير عندي بابلز بالسوليوشن مثلا او اي لكود انه انا مسويته، صح؟ بالضبط. زين ليش دي يصير عندي اكسسيف فومينج؟ ما أعرف، هاي ما قاريها قبل. لا هي مو قارية، يعني ثاني صار لي ساعدها اشرح. رسل، ليش صار عندي فومينج؟ دكتورة يعني بسبب أنه يعني الفومنج يعني رغوة أنه تداخل الجزيئات يعني ما راح، بما أنه أنت قلتي مو مثلا هواء أو هاي، يعني راح تكون هي هيدروفوبك، يعني ما راح تكون انتراكشن، هي مثل زين ماكو قرض. احد يجاوبني هسه وياخذ الدرجة مال الكويز كاملة؟ دكتورة منو حضرتك؟ إيمان حيدر. يلا إيمان. دكتورة جزيئات بعضها راح تذوب والبعض الآخر ما يذوب، يعني مو كلها راح تصير ما تذوب بالمحلول، فتتكون نفس الرغوة عندي. يعني دكتورة حسب المساعدة اللي أخذناها
ال surface tension ال weighting اللي راح يصير لها الزوايا هاي مال البابل فقاعات. اوكي شكرا طلاب، هسه خلي اكمل لكم، راح اشرح لكم ليش. احنا ايش قلنا هو شو يسوي الويتنج ايجنت؟ راح يسوي displacement للاير بابلز او مثلا للاير مولكيولز اللي صاير لها ادزوربنج على البارتيكل مال الباودر اللي خلينا. فانه انا كل ما زيدت الديسبليسمنت مال الوات مال الاير، معناته وين راح يصعد الاير؟ راح يصير على السيرفس مال السسبنشن. فمعناته اقل حركه اسويها ايش راح يصير؟ راح يصير عندي فقاعات اللي هي الفومينج. هي شنو؟ هي عباره عن رغوه او عباره عن فقاعات مال الووتر داخل هذا السسبنشن. فاذا زيدت الويتنج ايجنت عن النسبه المعقوله او عن ال 0.1 مثل ما قلنا بالمية، فمعناته انه انا راح ازيد الديسبليسمنت مال مال الاير، وراح يدخل اكثر اير بالسسبنشن، فراح تتكون عندي هذه الطبقه الفوم على السيرفس مال السسبنشن. واضح انه هو شغله شي يسوي قلنا ديسبليسمنت للاير مولكيولز، فراح تزداد هنا عندنا ديسبليسمنت مال الاير مولكيولز. واضح؟ وممكن انه بهاي الحاله راح يصير عندي deflocculated system which maybe not be required، انه حتى الفلوكيولز اللي صارت انه احنا قلنا هي اكو داخلها فد بورس تضمن لي انه راح هذه not rigid الفلوكس هاي البورس، فممكن انه يدخل بيها الديسبرجن ميديوم بأي وقت أسوي شيكينج وتتكسر. فإنه هنا إذا أنا طلعت كل الأير، فرغت كل البورس، صار عندي دخل عندي الديسبرجن ميديوم بكل مكان، فمعناته هنا ما راح يتكون عندي فلوكس، راح تصير عندي deflocculated system، وهذا طبعا فتشي not required، ممكن إنه يسبب لنا الهارد كيك. بالنسبة للهيدروفيليك كولويد هذا الـ second type اللي هي these materials include الأكاجة والبنتونيت والتراكاكانث والألجينيت والزانثانغام والسليلوز derivatives and will behave as a protective colloid to coating a solid hydrophobic particles. شو راح تسوي هاي؟ هي الـ nature هي hydrophilic، راح تغطي لي الجزء الهيدروفوبيك من الـ powder particles مثلا او solid particles اللي احنا خليناها بالسسبنشن، راح تغطي هذا الجزء من الـ particle وراح تسوي لي عبارة عن hydrophilic، بيها partين، بيها part hydrophilic وبيها part hydrophobic. الـ hydrophilic part راح يرتبط ويا الـ water، والـ hydrophobic part راح يرتبط ويا الجزء الـ hydrophobic اللي موجود بال powder particles مالتنا أو solid particles. فبهذا السبب راح يصير مثل connector، راح يعني راح تجمع ال two molecules عن طريق ال hydrophilic colloids. This will impart the hydrophilic characteristic to the solid and promote wetting. طبعا هنا أنا راح تزيد لي الوتابلتي، معناته من إنه هي ارتبطت بالجزء الهيدروفوبيك، فمعناته الهيدروفيليك راح يكون عندي واضح أكثر. الماتيريال such as الالكوهول والجليسيرول and glycol which water miscible will reduce the liquid air interfacial tension. شنو شغلة السولفنت؟ راح يقلل لنا الليكويد اير interfacial tension. The solvent will penetrate the loose agglomerate of a powder and displacing the air. شو راح يصير ان هنا المسيبوليتي بيناتهم؟ انه راح يبدل الجزيئات مال الاير بالليكويد، فراح ممكن انه يصير عندنا مسيبول. طبعا هذه اذا كانت المواد اللي انا خالتها هي soluble بالسولفنت، فمعناته هنا زاد عندنا الوتينج. الكحول والجليسرين والبروبينال propylene glycol and other hygroscopic liquid are employed as a wetting agent when an aqueous vehicle is to be used as a dispersion phase.
في حال انه استخدم الكحول والجليسيرول والبوليإثيلين جلايكول، دول كلهم اقدر استخدمهم as a wetting agent، يعني ممكن نضيفهم بنسبة قليلة، وهسه راح نشوف من نحضر بالمختبر انه دول كلهم اقدر استخدمهم as a wetting agent، ويعتبرون جزء من الديسبرجن فيس. الفلوكيوليتنج ايجنت راح نحكي عليها المحاضرة الجاية. راح نسوي ستوب ريكوردينج ونتناقش إذا عندكم سؤال.